قول يا ابو نايف. شوف وجود، بالتأكيد المباراة القادمة لازم قبل المباراة نشوف الجدول. الجدول طبعا الآن الفريق الأول اللي هو اليابان بست نقاط، السعودية في الأفضلية 4 نقاط، البقية الباقية تلاقيهم 3 نقاط، نقطتين، نقطة، صفر، وهذا يعطيك الدافع أنك لازلت في المركز الثاني، ممكن تنافس في المركز الثاني. هذه نقطة. لما أقول تنافس المركز الثاني معناها أنا عارف أن اليابان وقوة اليابان والنتائج اللي حققها اليابان. الشيء الآخر أن المنتخب السعودي الآن لعب ضد الصين اللي لعبت ضد اليابان كانت فائزة ب7. أنا بالنسبة لي أنت توقعت أن الصين ضعيفة جدا لدرجة أنك ممكن تفوز عليها، ولكن شوف حجم المعاناة اللي عانيتها، حتى أن احنا وصلنا لمرحلة قلنا أن الطرد للفريق السعودي يعني جزا الله شداد كل خير، أجبرنا نحن نلعب 4 مدافعين ومع ذلك عدنا مرة ثانية. هذا 2. الشيء الثاني، الفريق اللي بتلعب معه بعد اليابان خسران من اليابان برضو 5-0. فالنتيجة اللي يسويها اليابان مع الفرق اللي أنت بتلعب معاها لا تكون طعم لك، لأنك أنت لازم تلعب واقعية. لما أجيب أرقام السعودية في بين السعودية وإندونيسيا والسعودية والصين في التسديدات، ألاقي أن احنا سددنا في المباراتين 29 وتسدد علينا 23. في اللي هو اللمسات داخل خط 18 احنا دخلنا 53، الفرق المقابلة اللي هو الصين وإندونيسيا 35. لذلك مع المنتخب الياباني، علشان أنا بالنسبة لي عشان تقدر تكسب لازم تحتاج إلى أفضل نسخة من كل لاعب في المباراة هذه عشان تسجل في ال في ال في, في ال خلينا نقول في الفرص اللحظية اللي تجيك داخل المباراة. مش كل وقت تجيك فرص، ولكنها بتجيك على فترات. لذلك أفضل نسخة راح لازم من اللاعبين تاخذها عشان تسجل في فرص منه خلينا نقول النادرة اللي ممكن تحصل لك داخل المباراة.